كاتب بمجلس جامعه الطلاب اقليم العرائش، ومعنا باش يقربنا الارقام والاحصائيات اللي وقعت في الجامعه في الحرائق الكبيره اللي وقعت، ومنا باش نعرفوا ونقربكم ايها المتابعين بالارقام. سي مصطفى حمادي، مرحبا بك معنا قناه شونفو. الله يرحب بك الجنه، الحضور ديالكم شرف لينا هنا على التغطيه الاعلاميه. كنتواجدوا حاليا في الجبال ديال جماعة القلال، بالضبط بين مداشر أمجاد بني السيف، الخربة، داروطة، كذا. هنا عن الشمال كاين مداشر العنصر، الحاج، كاين المنجرة وباقي المداشر الأخرى. هذه المنطقة هذه حاليا اشتغلت فيها الطائرات لإخماد النيران بالأمس، وكذلك صباح اليوم عملت كل الجهود بما في ذلك الطائرات والسلطة، السكان، لم يبخل أحد يعني بمد يد العون. لحد الساعة الأمور تحت السيطرة، كل ما يمكن أن يقال وهو أن لحد الساعة الأمور تحت السيطرة، جهود مبذولة من الجميع. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم هو آخر يوم من أجل إخماد هذه الحرائق بهذه المنطقة التي نسعى جاهدين الى الا يعني النيران تقترب من هذه السلسله الجبليه، لان هذه السلسله الجبليه التي رايتموها عند صعودكم الى قمه هذا الجبل تضم يعني عده. شنو سميتها؟ شنو سميتها؟ قلنا سميتها هذه الغابه، يعني غابه جماعه القله. غابه جماعه القله تبدا بجماعه القله، ثم مرورا بامجد بني السيف. شحال من المطشار تعرض للحرائق؟ المداشر التي تعرضت للحرائق بجماعه القله نقدروا نبداو من المداشر ديال تيريا، صفوهار، اغير وباقي المداشر الاخرى. شحال من المطشار كتعتبر؟ مداشر بزاف تضرات، ضرر يعني اضرار جسيمه لحقت السكان، وكذلك يعني المواشيك، يعني اضرار جسيمه. كنطلبوا من المسؤولين التدخل من اجل المساعده ومد يد العون لهذه الساكنه التي تضررت يعني كثيرا، تحتاج الى جميع المساعدات كيفما كانت، الاغطيه، الملابس، التغذيه. كنشدوا المسؤولين باش يمدوا يد العون لهذه الجهات التي تكلمنا عنها الان، يعني مداشر تيريا، أغير، صفوهار وباقي المداشر الأخرى. لحد الساعة هذه المداشر لم تتضرر التي تكلمنا عنها، من قادي، الخربة، داروطة. نقف الآن على يعني سفح جبال جماعة القلة، نعمل جاهدين على إخماد هذه الحرائق حتى لا تنتقل إلى هذه الضفة التي لا قدر الله إذا ما انتقلت إليها النيران ستكون خسائر جسيمة كبيرة جدا. الإمكانيات التي وفرتها اللوجستيك التي وفرته الجامعة من أجل مساعدة الساكنة. الإمكانيات اللي غادي نعطي لكم، المعطيات اللي غادي نعطي لكم، وهو أن الأمس حضرت طائرات الإطفاء كنظير، عملت واحد المجهود كبير، ساهمت في إخماد الحرائق اللي باش ما تنتقلش للضفة هذه. كذلك صباح اليوم حضرت الطائرات على الساعة 10 صباحا أو قبل 10 صباحا بالضبط كان حضورها هنا، قدمت يعني مجهود كبير بما في ذلك المسؤولين، السيد رئيس المجلس الإقليمي عبد الحكيم الأحمدي، السيد رئيس الجماعة. ما نتكلموش عليهم أنهم حضروا اليوم، هادو من نهار ديال العيد، من نهار اللي بدات الحرائق، وهما جنود مجندين وراء يعني هذه الساكنة من أجل ما نعم. عدد اللوجستيك بالنسبة للناقلات اللي وفرتها والنقل يعني تقريبا الوسائل المفرحة اللي كاينة، اسطول النقل المدرسي لجماعه القله هو رهن الاشاره ديال الجماعه وديال عدد الاسطول اللي تم يعني اكثر من 20 اسطول نقل مدرسي. هذا غير النقل ديال المدرسي ديال الجماعه، كاين نقل مدرسي اخرى استعنا به من جماعه ديال الاربع عياشه، جماعه ديال الطلبه. يعني هناك يعني جهود مبذوله كبيره. ما هي الصعوبات التي واجهتكم يعني في مجال التدخل؟ ما الصعوبات التي واجهتكم؟ البشريه اللي كاين شي خسائر بشريه؟ خسائر بشريه لحد الساعه بهذه المنطقه بالضبط التي نتواجد بها لحد الساعه، يعني ليس هناك خسائر بشريه ولله الحمد. ونطلب من الله سبحانه وتعالى الا تكون هناك خسائر بشريه، لان كل شيء يعوض الا الخسائر البشريه. هناك خسائر كاين، هناك جرحى، هناك يعني الناس تضررت بالفعل، يعني التدخل ديالهم، الغيره ديالهم، الحماس ديالهم من اجل اخماد هذه الحرائق كانت هناك. يعني نعم، اجابه على السؤال ديال الصعوبات. عافاك. الصعوبات كما ترون يعني كاين الصعوبات الاولى ديال الطريق، طريق واعره يعني يصعب يعني تدخل صحيح. عده مساعدين، عده مساهمين، ولكن هناك يعني السيارات الكبرى ديال الاسعاف تتواجد بعين المكان على مشارف يعني الحرائق التي تكلمنا عنها هنا بالاراضي بالضبط، يعني ديال المنجره، ديال العنصر الحاج. كتواجد الاسعافات المدنيه، القوة المدنيه، كل شيء كتواجد بعين المكان، والجهود مبذوله لحد الساعه. تضررت بواحد الشكل كبير كبير جدا. باش نتكلموا على البلاصه اللي محدوده فيها ديك الشيء
الارقام ما نقدرش نعطيك شي معطيات تقريبا من 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 منطقه يعني الجماعه القله فوق جماعه القله بمتجر الحمه الى تقريبا الى القصر الكبير. هذه المناطق الجبليه كلها تضررت، الغطاء الغلاف النباتي كله تضرر، بقي هذا الجبل هذا ديال المكادير اللي الناس كيسعوا جاهدين بكل ما اوتي من قوه يعني الساكنه باش ما يحاولوش يخلوا النار تلتحق، لان اذا التحقت كيف قلنا غتمشي مع هذه السلسله الجبليه اللي كتربط اكثر من 20 مال الشهر، اللي لا قدر الله دخلات العفينه تجي هذه غادي تكون واحد الاضرار جسيمه، اضرار بشريه، اضرار جسيمه يعني. يعني واش هل هناك امكانيات للحد من التمادي والانتشار ديال هذا؟ خاصه انك لاحظ هل ساعدت العوامل الطبيعيه يعني بحكا لاحظوا بان بعض المرات كتنقلب دابا الشرقي ولات عاوتاني؟ نعم. يعني هل هناك يعني صعوبات واجهتكم من حيث الظروف المناخيه؟ لله الحمد هذه الليله اشتعلت النيران التي يعني بقيت خامده بالامس في هذه المنطقة التي تحدثنا عنها بفضل الرياح ولله الحمد أنها لم تنتقل إلى هذا الجبل، بقيت يعني تدور في منطقة صغيرة معينة يعني فيها بعض أنواع الأشجار الفلبين وما إلى غير ذلك. مصطفى حماني بصفتك أنك كاتب المجلس ديال جماعة القلة برئاسة السيد توفيق الأحمدي، شنو هي الرسالة ديالك الموجهة للمسؤولين؟ الرسالة ديالنا للمسؤولين رغم هذه الجهود المبذولة المشكورة، هي جهود لا يستهان بها في هذه الظرفية التي تعرفها البلاد، لا سيما وأنما المغرب يعرف يعني حرائق في مناطق متعددة. الجهود التي أبذلت من أجل هذه المنطقة، حضور السيد العامل السيد الوالي سيحضر الآن في هذه اللحظة، السيد العامل صاحب الجلالة رئيس المجلس الإقليمي السيد رئيس الجماعة، يعني جهود مشكورة جدا جدا. نطلب من هؤلاء المسؤولين أن يبقوا على صلة مع الساكنة حتى يقوم ب يعني يقوموا بمد يد العون للساكنة التي تضررت كثيرا في هذه القرى التي تحدثنا عنها بجماعة القلة بدءا من تاريا صفوهار أقير إلى غير ذلك، ونطلب من الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية وأن يحد البأس وأن يجعل يعني هناك جهود استباقية من أجل محاصرة امتداد النيران يعني إلى مناطق أخرى. هناك جهود مبذولة من أجل يعني حصر هذه الحرائق منذ يعني اليوم الأول من اندلاعها، بادرت بذلك السلطة بحيث يعني تم حضورها وحضورها في الساعات الأولى إلى جانب يعني عدد كبير من السكان، دواوير ليست دوار واحد فقط وإنما عدد الدواوير يبلغ أكثر من 20 دوار، حضروا بعين المكان وقدموا المساعدات الجسيمة والتي يعجز اللسان عن وصفها حتى لا تكون هناك أضرار جسيمة. واخا بالنسبة للمساعدات، بالنسبة للمساعدات عفاك ديال اللي قدمتها الجماعة للساكنة من غير المساعدات اللوجيستيك، يعني إضافة إلى ذلك يعني مساعدات يعني غذائية أو مساعدات طبية أو مساعدة أشكال تدخل أخرى؟ المساعدات التي توصلنا بها لحد الساعة متعددة ومن مصادر مختلفة، من الجماعة ومن المجلس الإقليمي بحيث يوفرون للناس اللي كيشتغلوا على إخمادات الحرائق الماء والأكل والشرب، كذلك أيضا هناك عدة محسنين أصولهم من هذه المنطقة بالقصر الكبير وبطنجة لا داعي لنذكر اسمهم، نسأل الله أن يثبت أجرهم، يعني بذلوا الغالي والنفيس من أجل مد يد العون إلى هذه الساكنة بالمواد الغذائية وغيرها. شنو الرسالة اللي كتوجه للساكنة، الرسالة الأخيرة اللي كتوجه للساكنة يعني التضامن ديالها والمؤازرة ديالها في هذه المحنة؟ نعم، الرسالة التي نوجهها ساكنة جماعة القلة وهي أن تبقى يعني على حرص تام مع هذه النيران التي لا يعني لا ثقة بها، لأنه في رمشة العين إذا ما قدر الله يعني يعني انقلبت الرياح إلى هذه الجهة ستكون أضرار جسيمة. نطلب من الساكنة التجند التام من أجل الحرص على إخماد هذه النيران، وشكرا على